بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أطعم على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإطعام من أعظم القربات إلى الله، بدليل قول الله جل وعلا: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. طبعا يتيما مفعول لإطعام، لأن إطعام مصدر نون فعمل فيما بعده، والمقصود يطعمون اليتيم. هنا قال الله: ويطعمون الطعام على حبه. أحيانا يعطي الإنسان تخلصا مما يريد أن يعطيه. نعم. ثياب بالية، زائد طعام لا يستسيغه. نعم. اشتراه ثم وجد أن غيره قد اشترى قبله. نعم. وهذا حسن في طرائق تصريفه، لكن أن يعطي الإنسان شيئا تعلقت نفسه به، هذه منزلة عالية، وهي الحديث الآن عن من؟ عن الأبرار. نعم. والقرآن يصدق بعضه بعضا لأنه كلام الله سبحانه. فالله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وهنا قال: ويطعمون الطعام على حبه. نعم. مسكين، يعني لاحظ شيخ عبد الرحمن، الله يقول على حرف استعلاء، فحب هذا الطعام مستعل على القلب، لكنه بما غلب الله بما أكبر. عند الله جل وعلا من وعد الله أكبر. فكان حب الطعام، حب ذلك المال، حب ذلك الشيء مستول على القلب. نعم. يعلوه، لكنه قوبل بما هو أعلى منه، وهو أن هذا العبد تحققت في قلبه معرفة الله، لا إله إلا وإيمانه ويقينه بأن وعد الله جل وعلا حق. نعم. فلهذا غلب هذا ما سبقه. الله. قال ربنا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين ليس شرطا أن يكون قد التصقت يده بالتراب. نعم. بدليل: أما السفينة فكانت لمساكين. نعم. لكن من أطعم المسكين من باب أولى أن يطعم من هو دونه. نعم. من أطعم المسكين من باب أولى أن يطعم من هو دينه. نعم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. سنن العرب أن، وهذا ماض إلى اليوم، أن الأب هو الذي يكد ويجلب النفقة لأهله. نعم. فإذا مات فغالب حال أهل البيت بعد وفاة أبيهم الانكسار. نعم. كما قال أبو تمام في همزيته الشهيرة: وبدا لهم من الناس الجفاء إذا ما رأسوا أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء. فبدأ بعد ذلك بعد المسكين باليتيم، فيطعمون اليتيم ويطعمون المسكين من قبل. وأسيرا، كلمة أسير هنا يحتج بها بعض الفقهاء على أنه يجوز إطعام الكافر، وهذا لا خلاف عليه لم يكن حربيا في أحوال معينة، لكن أسير هنا ليس المقصود بها أسير الحرب. أسير الحرب، أو بتعبير أوضح، ليس المقصود بها الأسير الكافر عند المسلمين. يندرج نعم، إذن على ماذا تطلق؟ لابد من استصحاب الفترة التي نزلت فيها الآيات. تفسير علم، بل كل العلوم تفي إلى التفسير. والشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه الرسالة بيّن، وهذا مهم جدا، أنه إذا أراد الله بعبد علوا فقهه في كلامه. الله أكبر. لأن لا يوجد علم أعظم من علم القرآن. فمن علم القرآن مقاصده، ناسخه، منسوخه، أحكامه، قصصه، لا يمكن بعد ذلك أن يعني يستعصي عليه علم آخر. الله. سياسة، تجارة، أي أمر. نعود إلى الآية. أسيرا هنا، بما أن السورة مكية، لم يكن هناك جهاد، فإذا لم يكن هناك جهاد في تلك الفترة لم يكن هناك أسرى. فسيحدث حتى في القراءة وهم يتلونها إشكال، لكن المقصود الأسير المسلم عند الكفار. كيف وقع هذا؟ وقع كما تعلم أن كفار قريش آذوا ضعفاء المسلمين كثيرا، كعمار وخباب وغيرهم، كانوا مأسورين. نعم. لدى ساداتهم. فكان هؤلاء الصالحون من المؤمنين يتوخون أوقاتا ما يطعمون فيها أولئك الذين عجز كفار قريش أو رغب كفار قريش أن لا يطعمهم. نعم. لكن يبقى عموم اللفظ، يحتمل الأسير الكافر، ويحتمل السجين. نعم. ويحتمل العبد المملوك، ويحتمل المعتقل، فكل أحد من هؤلاء يندرج في قول الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم. إن أذنت، الكرم. نعم. والإنفاق والإطعام
كان الأخيار وما زالوا يتنافسون فيه. نعم. وهو من معالي الأمور، وينقل عن الحبر بن عباس أنه كان يقول: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. الله. وطبعا يعني رجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، بدهي أن ينطق بمثل هذه الدرر رضوان الله عليه وعن أبيه. العرب عرفت في الجاهلية حاتم، نعم، هو جوادها المشهور، وكان جل صنيع حاتم أن يكثر ذكره وقد وقع. ثم بعد ذلك ظهر كثير من الأسخياء الأجواد الكرماء كعثمان رضي الله تعالى عنه وكثير من الصحابة. لكن جاءت مرحلة بعد ذلك، يعني الصحابة أثنى الله عليهم في القرآن، يعني ما عسى أن نقول، لكن الجيل الذي بعدهم ظهر جيل فيه من الكرم شيء عظيم. وافق هذا الجيل ثلاثة رجال: عرابة الأوسي، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه. هؤلاء الثلاثة كان في زمانهم فلك الكرم يحوم حولهم. تريد شيئا؟ سؤال. أريد أن أكتب القصة. القصة أنا حسيت في أحد، أنا ما أودي والله أحد يتعطل على هاتف. نعم. فاجتمع الناس يتذكرون من أكرم هؤلاء. نعم. واختصموا عند الكعبة. فقال قائل: اذهبوا إليهم واسألوهم ونعرف من جوابهم أيهم أشد كرما. الآن انظر فيما يتنافسون الناس. نعم. في معالي الأمور. الله أكبر. فذهب كل واحد، يعني أحد الحاضرين قال عرابة أكرم. نعم. وأحدهم قال عبد الله بن جعفر، أحدهم قال قيس بن عبادة. فقال لهم رجل: اذهبوا وأتونا بالخبر اليقين. فذهب الأول إلى عبد الله بن جعفر. نعم. قال: ما حالك؟ ما بك؟ من أنت؟ قال: ابن سبيلي منقطع. كان عبد الله بن جعفر على راحلته فنزل عنها، قال: اركب على الراحلة وخذ ما عليها، واعلم أن فيها صرة فيها 4000 دينار، وخز مطارف من خز يعني أقمشة، وفيها سيفا لعلي بن أبي طالب، وهذا أعظم ما فيها، فحافظ عليه. الله أكبر. فعاد الرجل الآن صنيع عبد الله بن جعفر أنه تنازل له عن كل من عن راحلته كلها. الذي ذهب إلى قيس بن سعد بن عبادة وجده نائما، فقابل الجارية، قال: أريد قيس. قال أريد قيسا. قالت: ما تريد به؟ قال: ابن سبيلي منقطع ومتفق، وهذه اللفظة تقال للثلاثة. فقالت: إن سؤالك أقل من أن أوقظه من أجله. الله. لكن هذه الجارية. هذه الجارية. نعم. طبعا على ملة سيدها. نعم. لكن اذهب، أعطته صرة فيها 700 دينار. نعم. وقالت: اذهب إلى ما طاعن الإبل وستجد فيها وسمنا، يعني الإبل لها وسم معين حددته له، فخذ منه راحلة وما يصلحها وعبدا وامض في سبيلك. فلما استيقظ قيس وأخبرته الجارية بما وقع اعتقها. الثالث ذهب إلى عرابة، وجده شيخا كبيرا قد كف بصره، ويتكئ على عبدين يريد الذهاب إلى الصلاة، يعني معه عبدين يتكئ عليهما يقودانه، لا يدري أين الطريق. فوقف عليه وقال له: ابن سبيل منقطع. فقال عرابة: والله ما أبقت الحقوق على عرابة مالا، يعني لا أملك شيئا، لكن خذ هذين العبدين. لا إله إلا الله. فقال له، رق له، قال له: لا أريد أن أكسر جناحك. فقال له: لقد أعطيتكما إياهما، فإن شئت بعت، يعني بعت العبدين، وإن شئت ملكت، يعني أبقيتهما عندك، وإن شئت أعتقت، أما أنا خرج من ملكي. فأخذ الرجل العبدين ورجع عرابة يتحسس الحيطان حتى يعود إلى بيته. فلما عادوا الثلاثة واجتمعوا تحت ظل الكعبة، اتفقوا على أن الجميع كان كريما، لكنهم غلب على ظنهم أو شبه اتفاق على أن عرابة أكرمهم، على أن عرابة أكرمهم، لأنه جاد بكل ما يملك. وفيه معروف البيتين الشهيرين: رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين.